لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللغة العربية في يومها العالمي لا يختلف عاقلان على علوها في مصافي اللغات، وليس هذا بادعاء يحمل به علينا علماء اللغات ودارسوها، وإنما هي حقيقة بينة يدلل عليها بجملة من الشواهد، منها بقاء هذه اللغة العربية قرونا تقاوم كل عوارض الانقراض، فليس على وجه الأرض أهل لغة يتواصلون مع أجدادهم ومع حضارتهم الذين يبتعدون عنهم أكثر من 2000 عام باللغة نفسها وبالحروف والأصوات ذاتها، فهذا شيء يعد من قبل المعجزات، لكنه حقيقة ماثلة للعيان جديرة بالنظر والبحث من قبل الآخرين. ثم اتساع هذه اللغة وكثرة أصولها، إذ فيها أكثر من 60,000 أصل ثلاثي ورباعي، وكل أصل من هذه الأصول له نظائر عدة، وهذه الأصول فيها نحو 20,000 أصل له شقائق اشتقاقات وله فروع، وهذا ما يجعل هذه اللغة على قدرة عالية على النظم الشعري الموزون المقفى في مختلف ضروب وأنواع المواد، وعلى نمط قل نظيره وحار فيه محلله ودارسه. ولذا فالتراث الإنساني الذي كتب بهذه اللغة تراث ضخم كبير جدا، تفنى أجيال ولا تسبر غوره، إضافة إلى آداب لغات أخرى كتبت بحرف هذه اللغة الشريفة. ثم هذه اللغة تمتاز بقيمة إضافية يندر وجودها في غيرها من اللغات، فارتباط النص العربي بالنص الدين الإسلامي هذا ما لا يوجد في كثير من اللغات، أدى إلى شوق المسلمين إلى إتقان هذه اللغة ليتسنى لهم فهم دينهم والتواصل مع أهل العربية، وبذلك جعل العربية مؤهلة لتكون وسيطا عالميا ناقلا لثقافات مختلفة وآداب متنوعة ومعارف عديدة. اللغة العربية اليوم أهلها في حاجة ماسة إلى بناء استراتيجيات واضحة لذيوع هذه العربية وتمددها، وفي ذلك ذيوع لثقافة اللغة وموروثاتها، مع إضافة قيمية لسانية فكرية الإنسانية بحاجة ماسة لها. لكن الجهود المبذولة في هذا المجال أقل من الطموح، صحيح هناك أعمال مباركة هنا وهناك، لكنها لا تقترب من الجهود الجبارة التي يفعلها أصحاب اللغات الأخرى وبخاصة اللغات الأوروبية على ما في هذه اللغات أو تلك اللغات من عسر وصعوبة. نحن بحاجة ماسة في هذا اليوم إلى إحمال الفكر وبذل الجهد لخدمة اللغة العربية، ويمكن التقدم في هذا المجال عن طريق الآتي: أولاً، الاستفادة من أحدث النظريات التربوية والتعليمية في بناء المناهج القائمة على الانتقاء والاختيار والتدرج في تقديم المادة العلمية في إطار الوظائف التواصلية للغة العربية. ثانياً، توظيف الوسائل المتعددة والتكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية لجعل العربية في متناول يد من يريد تعلمها. ثالثاً، إنشاء مراكز بحثية تطبيقية يكون جل اهتمامها ذيوع هذه العربية وفق دراسات علمية حديثة تواكب التطور المستمر. أرجو أن يكون اليوم العالمي للغة العربية فرصة لنا جميعا، وبخاصة إلى الشباب حاملي لواء التغيير، نراجع فيه استراتيجياتنا ونقوم فيه إنجازنا ونحدد فيه مواطن إخفاقنا لننال شرف نشر هذه اللغة الحية والغنية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لغة القرآن وخير نبي سنها الروح.